هولا، مرحبا بكم على قناتي برينسا كيتشن. اليوم جيتكم بنوفل ريسيت اسبانيول تاع الغاسباتشو. سي اون سوب فرواد ا باز دو طوماط، حساء بارد بالطوماطيش، تجي بنينه خفيفه ومعمره بالفيتامينات والمقادير اللي تحقوهم: ربع حبات طوماطيش يكونوا كبار وطيبين غايه، حبه فلفل خضر، واحد فلفل احمر، نص حبه تاع خيار، حبه بصل نسيت باش نحطها مع المقادير، وكمشه نتاع الكرافس. هنا عندي 6 حبات تاع الثوم وشويه ماء قيس كاس صغير. وبور لي زيبيس هنا عندي فلفل حار، فلفل اسود، فلفل عكري، سكنجبير والملح كاع معلقه صغيره. غادي تسحقوا تاني 2 معالق كبار خل و 2 معالق كبار تاع زيت زيتون. ودروك نبدو في لا بريباراسيون تاعنا. غادي تجيبو طوماطيش تاعكم، تقلعولها هذاك القرن الفوق وتقسموها اون 4 ولا اون 6 دي غرو مورسو. ما يهمش بزاف كيفاش تقسموهم باسكو غادي نطحنو كلشي من بعد. وديروا لي مورسو تاعكم في الغرف تاع لو بلاندور. ومن بعد جيبوا الخيار، قشروه، قلعوا شويه هذيك لا بو فيرت وقطعوه باغي دي بوتي مورسو ولا دي غرو مورسو كيما درتو مع الطوماطيش، وزيدوه في الغراف. ومن بعد جيبوا الفلفل باغي، قشروه، قلعوا هذاك القرن وقلعوا لي بيبان تاعه، هذيك الزريعه البيضاء اللي تجي من الداخل، وقطعوه دي غرو مورسو باغي، وخلو ان بيتي مورسو من بعد باش نقطعوه ان بيتي كاري بور لا ديكوراسيون. والفلفل الاخضر ديرو لا ميم شوز باغي، نقشروه، قلعوا هذاك القرن، قلعوا لي بيبان الزريعه هذيك البيضاء، وقطعوه دي غرو مورسو، وخلو ان بيتي مورسو باش نقطعوه دي بيتي كاري كيما الفلفل الروج، باش من بعد كي نكملو اون ديكور لا سوب تاعنا بهم. ومن بعد جيبو لي فوي تاع الكرافس وديروهم تاني في الغراف تاع لو بلاندور. انا كيما راكم تشوفون هنايا درت كونتيتي كبيره، دوكو درت 2 غراريف. مي نتوما تقدروا سوا تقسمو الكونتيتي اون 2 ولا تطحنو اون 2 فوا. ومن بعد كيما راكم تشوفوا الثوم، قشروه وقلعوا هذاك القرن اللي يجي في الوسط، قسموا حبه ثومه في الوسط، قلعوا هذاك القرن باسكو ماشي مليح لا ديجيستيون. ودروك نزيدو كاع لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم. انا راني ندير اوبيف، من ثوما ديروا معلقه صغيره من كل ايبيس كيما تقدروا تستغنوا عليهم الا ما تحبوش لي تروك ترو ايبيس. انا سي جوست باسكو جادور لي بلا ايبيسي ونبغي نزيد هذاك لوغو اون بلوس، دوكو درت هكا. وكيما شفتوني درت 2 معالق كبار تاع الخل وزوج معالق كبار نتاع زيت زيتون، وزدت شويه ما في كل غرف. ودروك غادي نطحنوا لو ميلونج تاعنا. هاد لا سوب فرواد ما طيبش، غادي جوست تطحنوا كاع هاد لي زانغريديون وتنتكل فخواد. سي كوم اون سالاد ميكسي و سي سوبر بون، سورتو لا كوتو اون ريجيم ولا اون ريكيليبراج اليمونتير، سي بارفي بور ان روبا ليجي. انا فيو كو طحنت في دو روبو، دوكو خلطت كلشي في ان غران سالادي باش كاع تتخلط لي غايه لا سوب تاعي. ودروك قطعت هادوك الفلفل اللي خليته الاحمر والاخضر اون بيتي مورسو، وخليت شويه ورق نتاع كرافس، ونجيبو غرفيه ونعمرو لا سوب فخواد تاعنا اللي هي الغاسباتشو. وزوقو من الفوق هكا بلي مورسو تاع الفلفل الاحمر والاخضر، ديرو شويه لي زيبيس من الفوق. سي جوست بور فير جولي اي بوي سا دون انفي باش تاكلوها وتعطينا اون بيل بريزونطاسيون للغاسباتشو تاعنا. قولوا لي في لي كومونتير الا تعرفوا ديجا الغاسباتشو، سي فو لافي ديجا تيستي، الا كليتوها ديجا او با. انا فرانشمون سي لا بروميير فوا كي جو لا تيست و جي ادوري. سي سيغ غادي نعاود نديرها. ومن بعد جيبو زيت زيتون ديرو هكا ان فيلي من الفوقا جوست بوغ لا ديكوراسيون، اي بوي سا راجوت دو غو كي فو ميلونجي كلشي و تاكلو هكا، و ديكوريو ب اون فوي نتاع الكرافس. Et voilà, on a atteint la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Maintenant, n'oubliez pas de laisser un petit like, partager la recette. Hala firwahkom et hasta pronto fi wasfa jdida.